السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثاني ابتدائي وكذلك باقي المستويات، سوف أقدم لكم تصحيح بعض الأنشطة الخاصة باللغة الإنجليزية استعدادا للمراقبة المستمرة. هيا بنا نتعرف على فيديو هذا اليوم، فيديو مهم مهم جدا للتلاميذ الأعزاء المستوى الثاني بالخصوص، وكذلك باقي التلاميذ إن شاء الله سوف تحصلون على نقاط فعلا جيدة في المراقبة المستمرة القادمة. تابعوا الفيديو حتى الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء. إذا نقدم لكم hello listen and complete name روزي my mask hello name فرانكي hello بلا my. تابعوا التصحيح. مثلا هنا لدينا presentation ديال ماكس. Hello, my name's Max. Hello, my name's Max. إذن يجب علينا الاختيار كلمتين تاليتين names and Max. Hello, my name's Max. Hello, my name's Bella. Hello, my name's Bella. Hello, my name's Frankie. Hello, my name's Frankie. Hello, my name's Rosie. Hello, my name's Rosie. Hello, my name's Max. Hello, my name's Bella. Hello, my name's Frankie. Hello, my name's Rosie. إذن صحيح الصفحة الثانية من كتاب Activity Book الخاص بالمستوى الثاني، إذن ثاني ابتدائي، خاص بالمستوى الثاني ابتدائي. إذا في هذا النشاط سوف أقدم لكم تصحيح ديال الصفحة الثالثة من الكتاب المدرسي سوبر ماجيك الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي. لاحظوا معي الصور، بالنسبة الصورة الأولى تشير إلى هلاو تحية، والصورة الثانية تشير إلى باي باي، والصورة الثالثة good night، والصورة الرابعة good morning. good night and good morning. بالنسبة للصورة الخامسة هنا عندنا good afternoon. good afternoon هنا في العشاء good evening. good evening. عيدوا معي مرة أخرى hello bye bye good night good morning good afternoon good evening. اعيد مرة أخرى bye bye hello good morning good night good afternoon good evening good afternoon good evening. هذا هو تصحيح الصفحة الثالثة من الكتاب المدرسي سوبر ماجيك الخاصة بالمستوى الثاني ابتدائي.